بهدف دون رد، وبالتالي إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة فمعناه أنه نعم لثالث مرة على التوالي مرمى لم يستقبل أهداف عموما. يعني العين سجل في كل المباريات العشر اللي خاضها، ومرمى استقبل أهداف في ست مباريات من أصل عشر أهداف. هذا يعني أن مرمى بقي نظيف في أربع مباريات، شيء حلو. محاولة الآن، محاولة تجديد، جول جول. بقوة بإذن الله بالنسبة للجزيرة، بالتروب يا الكرة معاه، محاولة رأسية تتخلص، ترجع مرة ثانية ليوسف، يرجع حصلها عبد الله موسى، يلعبها بالخطأ، الكرة ترجع يعني لرودريجو، يتقدم رودريجو، رودريجو يلعبها، جت فندري، كرة معاه، فندري حاول يواجه، يسدد في الجول، جول جول. مش معقول طريقة فانترلي يسجل الشارجة الهدف الثاني في كرة مرتدة غير عادية، في هجمة تقدم فيها رودريجو، أخطأ في البداية عبد الله موسى، ثم بعد ذلك رودريجو يتقدم، رودريجو كوستا كوستا كوستا. هذه هي، شوف هني ترجع على طول الشارجة، الحادي عشر ست نقاط، والثاني عشر للجيرة ست نقاط، عجمان قبل الأخير ست نقاط، والاتحاد الأخير بنقطة. لكن لاحظ الست نقاط هذه موجودة عند أربع فرق بدءا من المركز العاشر وحتى قبل الأخير. عجمان الثالث عشر للظفرة، الشارجة الفجيرة، وعجمان كرة خطرة، جول ممكن، جول ممكن، نعم ممكن، نعم عن طريق فاندرلي ممكن. ابتسامة عريضة للملك الشرجاوي هنا في معقل البرتقالي، إذا يتمكن فاندرلي، فاندرلي سانتوس يظهر الابتسامة العريضة للملك الشرجاوي، سيعود بها ربما إلى الإمارة الباسمة مبتسما بابتسامة عريضة. لاحظ الكرة الماضية، البرازيليين خلصوها، عملوها في الشوط الثاني، ونقاط المباراة الثلاث، خذوها تماما، خذوها يا أبوها تماما. كرة الآن تحولت لصالح الشارجة، هم النواخذة اليوم، هم النواخذة في فرقة الملك، هم عندما نتحدث عن رودريجينو، عن فاندرلي. كرة ليوسف سعيد، خطرة، جول، جول الرابع، جول. خلاص نتيجة كبيرة كبيرة، الملك الشرجاوي يقصو على البرتغالي، نعم عن طريق المتعلق فاندرلي، فاندرلي خلاص. شرجاوية خلصوها تماما، بل نتيجة ثقيلة جدا، أنت رجل المباراة يا فاندرلي سانتوس، تستحق ذلك. لا كان ممكن من خلالها يسجل الثلاثية، كان ممكن من خلالها يصعب الأمور على الأهلي، لكن ثاني فرصة سهلة بتضيع بالنسبة لأحمد خميس. الشارجة الآن مرة ثانية ليوناردو، لما يحاول ممكن من خلالها، لا زالت الكرة لما يلعبها رودريجينيو الآن في الجهة اليمنى إلى السيف، تفوق شرجاوي واضح في هذه اللحظات، ممكن من خلاله، الله، فاندرلي حطها، فاندرلي براسه، الثلاثية الشرجاوية في الشباك الأهلاوية، البرازيلي فاندرلي سجل الثالث بعد تفوق شرجاوي واضح بعد أكثر من فرصة بتضيع بالنسبة للملك مع بداية الشوط الثاني. عبدالله غانم بديلا لشاهين، عبدالله غانم ثاني تبديل لباولو بوناميغو، شاهين لن يتمكن من إكمال المباراة بسبب الإصابة اللي تعرض لها، ولذلك التبديل الثاني، عرضية من سالم خميس إلى فاندرلي، الله، سجل الملك، سجل الشارجة، يقلص الفارق في غفلة من دفاع الجوارح بعد ما طلع الجارح شاهين، ها هم يسجلون في مرمى الجوارح،
فان ديرلي يسجل ثالث أهدافه في الدوري. فان ديرلي في معقل الجوارح هكذا يرتقي ويلعب كرة من جديد. 6 دقائق و50 ثانية الآن. داود علي سدد كرة وصلت إلى البديل، البديل سيف راشد. هنا سالم عبد الله، أوه هذه في المرمى، هذه في المرمى، لقطة غريبة عجيبة من سالم عبد الله. سالم عبد الله وبالتالي هدف، هدف محتسب. سالم عبد الله يعني بعد الأربعة أهداف شعر بأن الموضوع كان ممكن. أوه يعني فرحة فان ديرلي أيضا، يعني أربعة أهداف لفان ديرلي، 4-2 أصبحت النتيجة، 4-2. شوف 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 شوف، يعني الكرة اللي كانت أيضا لسالم عبد الله كان ممكن يبعدها. محاولة كانت لبنياز قبل قليل، محسن الهاشمي، اتصل باتجاه علي السعدي، تمريرة حلوة من علي السعدي، رودريغو كوستا وكرة ملعوبة وان ديرلي، جول جول أول في اللقاء الآن، وان ديرلي عرضية من رودريغو كوستا، وان ديرلي إذن يسجل أول الأهداف في هذه المباراة الآن، وان ديرلي سانتوس هو من يسجل أول الأهداف. لاحظ عرضية جميلة وعرضية حلوة على رأس وان ديرلي، المدرب الواضح والموجود في دورينا، سنوات مع الشباب، سنة مع الجزيرة، الآن سنتين مع الشارجة، الآن كرة ثابتة لمصلحة راموس، بيلعب لكرة طويلة وعالية، يوسف السيد بينزلها ممتازة، فاندر لي خطير، لعب على لاعب، يروح 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 يروح، هو كيف ما يروح، أقول لكم لاعب كبير، لاعب كبير، فاندر ليم يبغي الكرة توصل له بس، توصل له بس، وبعد ذلك هو اللي راح ينهيها، هو اللي راح يخلصها. الله يا فاندر ليم، الله يا ملك، الله، هي كرة أولى، كرة أولى، فاندر ليم يقدم نفسه في هذه المباراة، الرقم 9 الجزائر. صالح العيار لم يتهدد مرمى ولا مرة في الشوط الأول، والآن في الوقت بدل الضائع، وضربة حرة من مكان خطير للنادي العربي. كريم الزياني، والضربة الحرة كريم الزياني، وأول أهداف اللقاء، نعم نعم نعم، أول أهداف اللقاء، 1-0 عربوية. فان ديرلي بالمتابعة الجميلة تخطط خط المرمى ليتخطى ويكسر حاجز التعادل، وينجح العربي في أن ينهي الشوط الأول لمصلحته. 1-0، 1-0 عربوية، اجتهد فان ديرلي، فلكل مجتهد نصيب. ارتدت من حارس المرمى صالح العيار ليسجل النجم الكبير فان ديرلي أول أهداف اللقاء، وأنا بعد ذلك وصل إلى موسى البركة، إلى رجب حمزة، تقدم لاعبون عربي من خلال الدقائق القادمة، بالتأكيد أنه سوف يخلق مزيدا من المساحات بالنسبة للاعبي السد، وبالتأكيد لاعبو السد لا تترك مثل هذه المساحات، وكرة لدى عبد العزيز حاتم وتتحط، جول فان ديرلي يأتي للغيظات وجاب الغنى. الاهلي طول ما فاز على النادي العربي في 3 سنوات ماضيه وفي 3 مواسم ماضيه كما ذكرت، واكثر من ذلك حتى بعد ذلك اليوم يسجل حاله الانتصار الاولى منذ 38 شهر. كره فيها محاوله، فرصه للتقليص، وصلت الى فان ديرلي يسجل الهدف الثاني، هدف ثاني ياتي لمصلحه النادي العربي، هو الثالث، هو الثالث الآن، 5-3، 5-3 هنا
من خلال احداث في هذا اللقاء. وفاندرلي يسجل، يضع الكره في الشباك، يعلن عن التقليص مره اخرى. تصبح الامور بثمانيه اهداف في هذه المباراه، 5-3، ما شاهدناها.